نعم. سامع قصة بن باعورة؟ يا ريت إذا بي يعني نستفيد منها. بن باعورة أحد الأولياء في زمن موسى النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنسان إنصافا قريب إلى الله وولي من أولياء الله. وعلى أي حال، حتى أنه كما في بعض الروايات حتى أنه أوتي اسم الأعظم. الاسم الأعظم يعني الرمز الأساسي اللي الإنسان لو دعا به، لو دعا الإنسان بالاسم الأعظم لاستجيب له. ماكو حسب تعبيرنا ماكو حجاب. أي تأني. نعم. هتشي شخصية، هتشي حسب تعبيرنا هتشي منزلة. لما شاف موسى على نبينا وعلى سبيل أنه اكتسح الساحة، اكتسح الساحة، فصار عنده حسد، صار عنده حسد، فركب كما في الرواية ركب بغلته أو حماره، فساق الحمار حتى يصعد فوق الجبل ليدعو على موسى. قلت لك عنده شنو؟ الاسم استجاب الدعوة. حتى يدعو على موسى، صعد يسوق بهذه الدابة، يلا حسب تعبيرنا ديخ ديخ ديخ، الدابة وقفت، الدابة بعد ما تمشي، كل ما حاول الدابة ما مشت، نزل هو راح، كل ما راد يحكي الله ماذا؟ وعجيبة إخواني والله، شاهد هذه تهزني من أعماقي هاي القضية، أن الله سبحانه وتعالى ما حكى على واحد بالقرآن، الله ما حكى على واحد بالقرآن أقبح ممن حكى على هذا. يعني شقد أكو كفار ومنافقين ومشركين وتعبانين، بس الله حكى على هذا كلام ما سبق له مثيل. تدري شو قال الله؟ نعم. إيش قال؟ مثله كمثل الكلب. هؤلاء علماء السوء، هؤلاء الذين في الواقع غلبتهم شهواتهم أهواءهم، هو غلب هواه، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إحنا لازم ندعو الله يثبتنا على الطريق واقعا. هذا كان إنسانا صالحا، قلت مقربا، مقربا كذا، بس الهوى إجا. اللهم حسن العاقبة.